أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي الثلاثاء بأن رئيس وديع الجارية استقبل اليوم رئيس نادي الترجي حمدي المدب واتفق على العديد من النقاط، وأهم موعد تسلم الفريق لقب الدوري التونسي الممتاز وذلك للموسم الماضي. وأكد الاتحاد أن الترجي سيستلم كأس بطولة الدوري للموسم الماضي خلال أول مباراة رسمية سيلعبها الفريق على أرضه، وهي التي ستكون ضمن منافسات الدوري في الموسم الجديد، ومشيرا أن الأحمر والأصفر لم يرغب في الاحتفال باللقب خلال مباراة ودية أو في حدث غير رسمي. وأضاف الاتحاد أن الفرصة لم تكن سانحة لإقامة مراسم التتويج خلال الجولة الختامية، وبما أن شهدت تنافسا لآخر اللحظات بين الترجي الذي واجه حين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني والذي بدوره لعب في الوقت نفسه مع النادي الصفاقسي. كما أشار الاتحاد أن حمدي المدب وعد الجريب تحضير لاعبي الترجي الدوليين بشكل جيد لمشاركة منتخب تونس في بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، ومقدما تهانيه لنصور قرطاج بمناسبة التأهل للمونديال. وينطلق الدوري التونسي يوم 30 سبتمبر أيلول المقبل قبل أن يتوقف بعد جولات قليلة لفسح المجال لأبناء الكوتش جلال القادري للتحضير لبطولة كأس العالم والتي ستنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر القادم. هذا وفي خبر آخر أحبابي، كان المدافع المحوري محمد علي اليعقوبي حاضرا في التدريبات الجماعية مع استئناف الترجي لتحضيراته منذ أمس الاثنين وإثر العودة من تربص جربة. في المقابل لن تتأخر عودة ياسين مرياح الذي بات قريبا من الانضمام مع المجموعة، بينما اكتفى بالجري والتدرب في قاعة تقوية العضلات أمس، وقد نراه حاضرا في ودية نهاية الأسبوع ضد أمل حمام سوسة.